سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو اليرموك. في هذه الحلقة سنتحدث عن واقع الخدمات والبيئة في منطقة لواء الرصيف. تعتبر مدينة الرصيف من أكثر المدن الأردنية اكتظاظا بالسكان، حيث يلامس تعداد سكانها حاجز 700,000 نسمة. تمتاز الرصيف بموقعها الحيوي بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، وهي وجهة للعمال والحرفيين والفنيين نظراً لقربها من مشاريع تجارية وصناعية كبيرة. لا تخطئ عين الزائر لتلك المدينة الواقع المتردي في بعض الخدمات والبنية التحتية التي تحتاج إلى التفاتة لجعلها مؤهلة لخدمة الكثافة السكانية العالية. ما هي الخدمات التي تقدمها بلدية الرصيف؟ وفي أي مستوى هي؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟ وما هي خطتها المستقبلية للنهوض بواقع المدينة؟ وأين هي المشاريع التنموية والاستثمارية في تلك الخطة؟ بلدية الرصيف، الواقع البيئي والخدمي، هو موضوع حلقة الليلة. أرحب فيها بضيف الاستوديو، عطوفة رئيس بلدية الرصيف، الأستاذ شادي الزيناتي. مساء الخير أستاذ شادي. أهلا أستاذ بسيم، مساء الخير لك وليرموك ومتابعينكم جميعا، حياكم الله. ونبدأ الحوار مع عطوفة رئيس بلدية الرصيف بعد أن نتابع وإياكم التقرير ومن ثم نعود، لا تبتعدوا. تقع مدينة الرصيف في محافظة الزرقاء على الطريق الواصل بين عمان والزرقاء، وهي مشهورة بوجود مناجم الفوسفات فيها، ويبلغ عدد سكانها نحو 700,000 نسمة، وهي من أعلى المدن الأردنية من حيث الكثافة السكانية، وتعد رابع أكبر مدينة أردنية من حيث عدد السكان. وكان اكتشاف معدن الفوسفات عام 1934 في اللواء أحد أسباب هذه الكثافة السكانية، حيث تم تأسيس شركة مناجم الفوسفات، وكذلك إقامة العديد من الشركات والمصانع الكبرى مثل شركة الإنتاج الأردنية ومصنع الأجواخ، وذلك في منتصف القرن الماضي، الأمر الذي أدى إلى ضرورة توفير المزيد من الأيدي العاملة واستقطابهم للعمل في تلك المصانع والشركات، ما ساعد على تكوين بيئة مناسبة للسكن مع أسرهم وذويهم والإقامة في تجمعات سكانية بسيطة وقريبة من أماكن العمل. كما تعرضت المدينة إلى 3 هجرات قصرية متتالية، وهي حادثة النكبة عام 48 والنكسة عام 67، إضافة إلى نزوح مئات الألوف من الضفة وغزة، وكذلك عودة المغتربين من الخليج بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، واستقرار الآلاف منهم في شمال المدينة لتتكون الأحياء الجديدة مثل حي القادسية وحي الرشيد وحي جعفر الطيار. ومن العوامل التي ساعدت على نمو المدينة إقامة العديد من المشاريع الإسكانية الكبيرة من قبل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، والتي استوعبت عشرات الألوف من السكان، وكذلك لقربها من العاصمة عمان ومدينة الزرقاء التي لا تبعد عنها سوى 4 كيلومترات، إضافة إلى سهولة المواصلات من وإلى أماكن العمل. يخترق المدينة وادي سيل الزرقاء بطول 8 كيلومترات، الذي بات الآن يعاني الجفاف والتلوث. كما يمر بالمدينة الخط الحديدي الحجازي الذي أنشئ في العهد العثماني بداية القرن العشرين، فيما تأسست دار البلدية في الرصيف عام 1964. إذن بعد أن تابعنا التقرير الذي تحدث عن تاريخ مدينة الرصيف وعن نشأتها، أيضا أبدأ الحوار مباشرة مع رئيس بلدية تلك المدينة أستاذ شادي. من جديد مرحبا بك. إذا حقيقة عند يعني أثناء الإعداد لهذه الحلقة احترنا نحن وفريق الإعداد أيضا من أي المواضيع سنبدأ، هناك يعني حالة يعني شائكة ومعقدة، ملفات كبيرة جدا، ونحن نعلم بأنكم استلمتم هذه البلدية وورثتم أو حملتم إرث ثقيل عن البلديات السابقة لكم، لكن عدة بؤر هناك حديث. هذه بؤر ساخنة، نتحدث عن الفوسفات، منطقة سيل الزرقاء، البنية التحتية في المدينة، الواقع البيئي. بكل هذه يعني اليوم بلدية الرصيف أين من كل ذلك؟ دعنا نبدأ من هذه التوطئة فقط. أول شيء الله يمسيك بالخير مرة أخرى أنت والجمهور الكريم، بس يعني خليني أخوي بسيل يعني أتحفظ على كلمة الواقع المتردي اللي بدأت فيها كلامك. كرئيس بلدية
وكإعلامي أنا بكره كلمة واقع متردي صيفي. واقع ليس متردي للأمانة كما ينظر لها. أنا بأمن كإعلامي أيضا أنه العين ناقدة دائما نبدأ بنطرح في زوايا معينة. تعرف احنا بهمنا النقد يعني، او انا يعني ببحث على السلبيات حتى تعالج. انا اؤمن بهذا تمام، بس الأمر. انت لكن يعني طالما انك توقفت عند هذه النقطه يجب ان تكون دقيق. الواقع المتردي في بعض الخدمات تمام أوكي. والبنية التحتية. اذا هيك اوكي انا بمشي نعم. خلاص موافق عليها اذا هيك موافق. اكيد اكيد الصيف مش قمره وربيع، اكيد احنا مش 5 نجوم، مدينتنا تحتاج الكثير. وانا معك، مدينه شبه مليونيه مكتظه على مساء، يعني بتكلم عن 750 800 ألف مواطن على 34 كيلومتر مربع. هذه مساحتها، هذه مساحتها المسكونة، هي مساحتها العامة 38 كيلو. في 4 كيلو هي شوارع وفراغات، نتكلم عن 34 كيلومتر مأهولة. على هذا العدد هي ثاني أكبر بقعة يمكن بعد غزة، يعني على مستوى الشرق الأوسط ربما أو العالم حتى يمكن. هذه من حيث الكثافة، من حيث الكثافة السكانية تمام. فبتتكلم هذا الأمر أكيد بشكل عليك يعني ضغط كبير، بشكل عليك لود. أنت عم تتكلم عن نظافة، تتكلم عن بنية تحتية، عن شوارع، عن خدمات، عن مدينة غير منظمة، مدينة بنيت على ضفاف السيل وعلى ضفاف الفوسفات. مصنع الفوسفات عندما بدأ بالأربعة وخمسين أو بالخمسينيات لم تنظم، أحياء شعبية، أحياء حتى في بعض الأماكن لا تصلح للسكن لأنه الأرض ما بتحمل تحت أنفاق. بنيت هذه المدينة خاصة في جنوب المدينة ووسطة أو الجبل الشمالي. هذا الأمر بيعطيك علي أنا وعي رئيس بلدي اليوم ديجا وأي مجلس بلدي تحديات كبيرة في التنظيم، اعتداءات الشوارع، عدم تنظيم في الطرق. فبالتالي نعم في عنا واقع يعني صعب جدا في بعض المناحي. الكثافة السكانية تتحدث أنه في كل لحظة، مش كل دقيقة، في كل لحظة هناك ملاحظة مليون. لو كل واحد عمل أو عنده ملاحظة أنت يعني أكيد بدك مليون واحد يقبالهم يساعدهم. نتكلم عن مثلا عن واقع النظافة بسريعا، مثلا اليوم صعب أنا أحط عامل وطن على كل بيت ولا على كل شارع. مدينة اليوم عندي أنا 580 عامل وطن على الكشوفات اللي بيشتغل على الأرض. 580 عامل وطن للمدينة لمليون مواطن. تخيل هذا العدد، يعني إذا بدنا نيجي نوزعهم نتكلم عن كل 20,000 مواطن لهم عامل وطن، وهذا رقم أكيد قليل جدا لا يتناسب مع الموجود. أكيد طبعا. فعليا على الأرض 450، لأنه في منهم بروحوا على قلبات على ضاغطات. فعلى الأرض اللي بيكنس نتكلم عن 450 عامل فقط لكل مدينة فيها 5 مناطق بهذا العدد السكاني. مدة دوامه في اليوم 6 ساعات فقط، يعني شو بده يتحمل العامل. بالتالي في المقابل نلقى مواطن ما بحط كيس زبالته في الحاوي. طيب أنا مثلا رح نيجي على نعم أنا بحكي مثال هذه تحدي. النقاط عدد عدد كم عدد موظفي بلدية 1300 موظف. 1300 بما فيهم العمال الوطن، بما فيهم عمال الوطن هدول على رأس عملهم كل الآن. موجود متواجدين كل موجود. هي كم منطقة تخدم؟ 5 مناطق هي الحطين، هي منطقة المشير في جبل فيصل، مخيم حطين، هي اسمها حطين كاملة. أيوة. العامرية اللي هي حي الحسين مع حي الجندي والعراطفة، الشمالي والقادسي منطقتين شاسعات، وحي الرشيد وبما فيها أيضا ضحة الملك عبد الله اللي هي جريبة، إضافة إلى اليرموك بما فيها التطوير والإسكان. هي 5 مناطق مترامية الأطراف، محصورة بين عمان والزرقاء، بين الأوتوستراد وأيضا عمان. فبالتالي إحنا كمان محصورين بشكل كبير ومضغوطين بشكل كبير، مش قادرين نتوسع على بجهة واحدة من منطقة الشمالية باتجاه الجريبة باتجاه عمان والزرقاء، ولحد معين راح توقف مع عمان وراح توقف مع الزرقاء. بالتالي يعني أكثر من 6-7 كيلو توسع على الأرض ما في في المنطقة هذه، لأنه عندك أوتوستراد منطقة مغلقة خلاص ما في مجال. هذا الأمر أكيد برجع بأكد إنه بيعملنا مشكلة. اليوم طالعين من كورونا، بالتالي كمان عندك موضوع الموازنات كمان عندنا مشكلة فيه. اليوم أنا 23 لغاية هذه الحلقة إحنا موازنتنا لسه لم تقرر، لكن أنا بعطيك مسدة الموازنة 15 مليون بعجز 5.5. أنتم موازنتكم السنوية هاي السنة 15 مليون للعام 2023 15 مليون، متوقع يكون في عجز 5.5 ملايين. لا كيف متوقع؟ طب ما السنة مش ضايل لها 4 شهور. ما لسه ما قررتش، عشان هيك بقدرش بقول لك متوقع. هي لم تقر من الوزارة لغاية اللحظة يعني. فبالتالي عندما تقر بقدر أقول لك إنه فيها عجز مع نهاية السنة، أنا بعطيك على الكشف المالي. لكن إحنا متوقع واضح، يعني إحنا اليوم شهر 8 بقدر أقول لك إنه العجز سيصل إلى 5.5 من 15 مليون. دين البلدي بتكلم اليوم بنحو 10 مليون دينار. في عندك منهم حوالي 4-5 مليون قروض سابقة، هاي البلدي اليوم المجلس الحالي بتعامل معها مع فوائدهم. في عندك حساب مكشوف لبنك تنمية المدن حوالي 4 مليون سابق أيضا عم نتعامل معه، إضافة طبعا لبعض الأموال هنا وهناك زي التأمين الصحي زي الضمان الاجتماعي والأمور هاي الطبيعية. لكن طيب تكلم عن 9 مليون هذول إحنا ورثناهم. أنا باجع مجلس أنا استلمت 1/4/22 فوجئت أن أنا أمامي 7-8 مليون دين ما بين قروض وما بين حساب مكشوف.
هلا كيف مش موضوعنا في كورونا ثلاث سنوات الناس ما رخصت. انا اليوم اتكلم عن محلات من 2019 2018 لم ترخص، عندي مبالغ كبيره من محلات غير مرخصه من جديد لغايه اليوم. احنا بنشتغل حملات اليوم اغلاقات ومخالفات وكذا، لكن احنا بدك تمسك العصا من النص كمان. طبعا. هذا قطاع والناس الوضع الاقتصادي صعب. طب ليش الناس مش عم ترخص؟ كنا بقول لك يعني حجه الناس دائما انه ما في فلوس، لكن اكيد بما انك انت مستمر ومحلك فاتح تدفع اجار وكهرباء وعمال اكيد لازم تدفع. فبالتالي احنا اعطينا سنه مهله من اول ما جينا، اليوم من 6 شهور جاي احنا عم نطبق القانون بالاغلاق بالشمع الاحمر الى حين تصويب الاوضاع. فبالتالي ان مثقفات اليوم تزيد عن 12 مليون مطالبتنا. بس حتى تكون الصوره واضحه، هؤلاء كم تقدر حجم المبالغ التي يعني انتم تراخيص يعني نتكلم عن مليونين دينار تقريبا، نتكلم عن مستاجرين ومستثمرين لدى البلديه من 10 سنوات و12 سنه و15 سنه مش دافعين. اوف. وبالتالي هذول ايضا يقدر بحوالي مليونين ثلاثه، وتم الاعلان عنهم اليوم بالجريده الرسميه على نظام الاموال الامري لتحصيل اموالهم. طيب اشتغلنا اليوم تمام قانون. مجالس البلديه السابقه عن كل هذه الملايين وين؟ لا اعلم. اليوم عندنا مثقفات على الناس، يعني ما سالت انت لما اجيت اخذت او استلمت ب 1/4/2022 بانه ليش هذه الموظفات موجوده وهذه الديون؟ هي سياسات مجالس. بالتالي الموظف اليوم الموجود اللي بدك تساله بقول لك هذه سياسه، هذا قرار كرئيس. بس يعني بيحكوا لك هم كانوا انه ما في عندنا عجوزات ومش مديونين واحنا امورنا كانت تمام الماليه. يعني نعم هو ما كان في عجوزات صحيح، لانه كانت كل المشاريع تذهب عن طريق القروض او تستجلب عن طريق القروض. أي. عن طريق بنك تنميه المدن. فبالتالي هو وفر الوفر او الايراد اللي كان يجي يذهب لتغطيه المصاريف، بينما كانت الرواتب تذهب تصرف عن طريق بنك تنميه المدن، وكل الخدمات التي قدمت بالعطاءات كانت تاتي عن طريق قروض. فبالتالي هو ما قرب على الموازنه، وفقط كان يلتزم بقسط القرض اللي يدفعه سنوي. بالتالي فعليا ما كان عنده عجز. اليوم لما جينا سياسه البنك التنميه تغيرت، سياسه الوزاره تغيرت، وبالتالي بدك تدفع من جيبتك. اليوم انا كبلديه بدي انزل لو ب 10,000 دينار قرض عطاء ملزم احجز قيمه هذا العطاء ماليا في البنك لصالح الوزاره عشان ما يتراكم عليه يصير ديون. بالتالي معك 10,000 تشتغل ب 10,000، معكيش بلزمكيش، هيك أيوة. صارت القاعده. انا اليوم مضطر. فبالتالي اول ما كان خذ قرض او نزل عطائك وتحاسب انت والمقاول. عشان هيك في كثير مقاولين اليوم رافعين قضايا على البلديه تحجزين على اموالهم، لانه كان انا يجي رئيس البلديه وانا مطالبات على البلديه. يس انا بنزل اليوم عطائي بمليونين دينار زفتي وانا معيش في البنك ولا شيء، بصير احاسبك كل شهر 1000 2050 في الاخير بعجز بروح ترفع علي قضايا بحجز على اموال البلديه. هذا النظام تغير بقانون الاداره المحليه الجديد 22. اليوم النظام بيقول لك بدك تنزل اي عطاء مهما كان، طبعا من اللجنة المشكلة لجنة العطاءات فيها من الأشغال فيها من ديوان المحاسبة، الشرط حجز أموال هذا العطاء يكون متوفر لدى البلدي. فهذا حجم، لكن حجمنا مش قادر نشتغل، لكن نفس الوقت هو حصن البلديات من رئيس زي مثلا يكون متهور يروح ينزل أنا أدين البلدي ب 10 20 مليون قدام. هذا السبب اليوم ما في مجال نشتغل إلا من خلال شو عندك متوفر. اليوم رواتبك كمان لما بدك تنزلها كم تقدر الرواتب؟ كلام عن 7.5 سنوي، 7.5 مليون تقريبا سنويا. سنويا وهذا رقم كبير للأمانة، لكن يعني بمتوسط كم الراتب الشهري؟ متوسط الراتب احلى في عندك ب 2000 وفي عندك ب 260 يعني حسب الفئة، في معين، في مياومة، في عامل الوطن يختلف، المهندس يختلف، بس مبلغ كبير صح؟ اليوم انا نزلناه سيدي، اليوم كانت نسبة رواتب بموازنتنا تفوق عن 60% من حجم المواد. اليوم انا بتكلم عن 7.5 من 15 بتكلم عن 50، وهذا رقم يعني لم يوصل له 90% من البلديات. هذا انجاز اداري بالنسبه لي مالي واصلاح. كيف تم التخفيض؟ طيب يعني التخفيض اليوم في كانت مكافآت تذهب هنا وهناك تم تحجيمها. اليوم تم موضوع الاستغناءات اليوم كمان انت بتروح كل من بلغ 30 سنه ما بتجدد بتروح، يكون في عندك ترشيد النفقات إلى دور. أيوة. المكافآت والمنح اللي كانت تروح من تحت الطاولة فوق الطاولة وتعطي هذا باليمين وبالشمال هذا راحت، فكل يوم أنت تعمل تأخذ حقك وتعمل الشهر انتهت مدة عملك 30 سنة يعطيك العافية شكرا. إذا أنا مش محتاج لخدماتك في البلدية لا بعمل إحلال وتبديل. أنت بتروح براتبك على الضمان خلص، أنا ممكن أستفيد مكانك بالشاغر شاب جديد خريج جديد حتى راتبه مقبول علي. موضوع العمالة اللي كانت زمان العمال تتعين أو الورش والمؤقتة هذا كل وقفناه تماما. أيوة. نعتمد على أيادينا العامل الموجود اليوم نفعلهم بدل ما كانوا مثلا نايمين أو ما بيشتغلوش، اليوم احنا بنحفزهم من خلال أمور أخرى إدارية ومكافآت. يعني اليوم 1300 عطوفتك موجودين على الأرض وفي الميدان وبيشتغلوا والبلدية بحاجة. يعني أنا بأكد لك أنه الكل بيداوم. اليوم أنا عندي نظام بصمة سوف أفعل ب11 إن شاء الله كمان لكل الموظفين. اليوم هذا جديد يعني ما كان في نظام في كان وبعدين تم توقيفه بكورونا.
كان كورونا توقفت كل النظامات البصمة. كان موجود يعني. موجود لدائرة للمبنى الرئيسي للبلدية فقط. للمبنى الرئيسي. المناطق الأخرى الخمسة ما كان فيه. اليوم كيف بيتم مراقبة الطيب اللي بال. على في عنا فرق الشباب اللي هي المتابعة والتفتيش موجودة في كل المناطق وفي كشوفات الدوام السجل اليومي يعني لا في يعني متابعة مش بالطريقة لكن يعني أنت لما تكون مش إلكتروني أي واحد بوقع عنك. بس اليوم البصمة ما فيش حد يبقى عنك بصمته لأنه للأمانة خلينا أكون واضح أنا اليوم ما بقدر كمان أحط عامل وطن على بصمة يعني راح يستثنوا عمال وطن أنا عمال وطن الساعة 4 الفجر بيكونوا بالشارع تمام يكنسوا لكن بشكل عام نتكلم عن 80% من الموظفين الإداريين كله سيخضع للبصمة اليوم كمان للبصمة يعني هلا احنا بنشتغل إداري إصلاح بنشتغل ماليا كمان إصلاح لأن الوضع اللي عنا عشان أستمر أنا كمان في تقديم خدمات لازم أنا اليوم يكون عندي سياسة مالية واضحة لازم يكون عندي إصلاح إداري وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب أنا اليوم 70% من مدراء البلدية صاروا شباب القيادات اليوم بتحدث أنت بتطور بتعمل إحلال بدي أفكار الإقصاءات اللي كانت تصير اليوم ما في إقصاءات عنا في البلدية على الإطلاق اليوم من يشفع لك كفاءتك خبرتك كفاءتك من تشفع لك لا علاقتك مع الرئيس ولا من انت ولا شو بتشتغل انت اليوم عندك الكفاءه والقدره والخبره انك تخدمني بهذه المنطقه ستقدم مدراء المناطق مراقبي المناطق كلهم تم تغييرهم بكل الاقسام تقريبا اليوم مدراء مش انا مش من هواة التغيير قاعد 6 اشهر لم اجري تنقل ما الذي دفعك طيب لاجراء التغيير لانه خلص يجب التغيير لانه انت انا كانت رسالتي الاولى اول ما دخلت البلديه كلك ورقه بيضه زي هيك وبالتالي من يعمل أهلا وسهلا فيه سياستي 1 2 3 4 أنا بشتغل 4 محاور كنت خدمات استثمار شفافية ومشاركة مجتمعية بدنا واحد حطينا السياسة أعطيتهم مهلة بدل 100 يوم الحكومة بتعطينا أعطيت 200 قلنا 6 شهور تحت التجربة وأنا متواصل معكم من يعني اللي بيمشي اليوم معاي بهاي الطريقة وأموره تمام هيو قاعد اللي هذا بتغير يعني هو أنت واحد من ثنتين يا أما بدك تعيقني يا أما أنت مش واصلتك أنا إيش بدي خلينا ناخذ حسن النيه انه انت مش قادر تمشي زي ما انا بدي ما بدناش نقول انك بدك تعيقني وبالتالي بدات التنقلات من هون او التغييرات هلا ممكن انا احط شادي مدير منطقه لكن لا ينجح مدير منطقه بس ممكن احطه انا مدير استثمار ينجح هيك صارت التبديلات في المواقع في ناس اقصيت الله يعطيكم العافيه لانه خلص يعني تشبع من العمل وما عنده جلد يشتغل خلص له سنه سنتين ثلاثه بده يتقاعد فبالتالي هو خلص طلع حاله في ناس ولدت من جديد بعد 30 سنة أخي بس ولدت من جديد حست إنه أنا اليوم دخلت الروح بدي أشتغل أنت بخليك أنا كرئيس لما أشوف موظف بيشتغل بيجبرك إنك أنت تقوله تعال يعطيني الدافع فبالتالي الناس كانت أنا تفاجأت بكمية الخبرات كمية الكفاءات كمية الشباب كمية النوعية الممتازة للأمانة في بلدية صافي من الموظفين وهذا كان كنا مظلومين إحنا فيها ما كانوا بالواجهة أنا عندي اليوم مدراء المناطق كلهم مهندسين شباب لما يظل امبارح هاي تلفوني موجود الساعة 3 فجرا لما نشوف مدير منطقة مهندس مع مراقب منطقة مع عماله بالشوارع الرئيسية عم بنظفوا مع عمالهم 3 فجرا شو جابوا تمام لأنه عطوفتك يفترض بأنه إذا هذا أو رسائل الغزل بموظفي البلدية هذا واقع للأماني والله مش وبإمكاناتهم وبكفاءاتهم أني أجد شيء كواليتي Yes. أجد في خدمة موجودة مش كوانتيتي أنا ما بدي عدد 1300 ترى عدد قليل 1300 بالنسبة للصيف يعني تمام ما في مشكلة أنا بتمنى أنه يصير 5 يعني طيب خلينا نبلش في الملفات نبلش بركة البيبسي هذه البركة اللي وتحكي وكأنه عاملين لها حجاب هذا المشروع اللي إلى حتى هذه اللحظة متعثر ولم يجد عليه الجديد رؤساء وزراء ساق يعني أجروا زيارة لموقع بركة البيبسي أحدهم قال بأنه خلال أسبوع أنا سأنهي هذا الملف هذا الملف اليوم لازالت هي مستمرة تلوث معاناة سكان المنطقة وما في شيء من الحلول هذه قد تحقق ياريت نشاهد فقط هذا الفيديو الذي رصدته كاميرا قناة اليرموك الفضائية لموقع بركة البيبسي بداية معاليك ومن من معالي وزير المياه أيضا يكون في حل جذري لنتبناه يعالج المشكلة نبطل نسمع ببركة البيبسي خلال أسبوع
معاليك ومن معالي وزير المياه أيضا. إذن تابعنا هذا خلال العام 2019 خطوفتك. دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في ذلك الوقت قال خلال أسبوع، تمام؟ بعدها أيضا تمت زيارة لرئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاوني. نشوف الرشز شباب أيضا هو من زيارة رئيس الوزراء لموقع بركة البيبسي، وفي وقتها أيضا زار مشروع الحديقة البيئية التي أقيمت أو أنشئت على تلال الفوسفات. تمام، تفضل عطوفتك. طيب سيدي، يعني بداية خلينا نوعز الفضل لأهله. تفضل. يعني اليوم أنا بقول لك كان قرار جريء ومشكور ومحمود من دولة عمر الرزاز، وهو صدق الوعد. لكن خلينا نوضح فكرة الأسبوع. من يعني من مش من غير المعقول أن تنتهي مشكلة بركة البيبسي على الأرض بأسبوع. تمام. طب بس لا، لكن نوضح كيف صدق الوعد. صدق كيف الوعد كيف؟ إنه خلال أسبوع كان في قرار بإنهاء مشكلة بركة البيبسي من خلال طرح عطاء فوري. هلا قرار بطرح عطاء. طبعا هلا ما كان في قرار بإزالة بركة البيبسي ولا التعامل معها. تمام. طول عمرنا نسمع بركة البيبسي، بركة ومشاكل ومكره صحي والى اخره. اليوم خلال اسبوع لما يعقد مجلس امانة عمان ومجلس الوزراء ويتم اتخاذ قرار بطرح هذا العطاء وتغيير المنطقة والى اخره ورصد وجب، طبعا في هي المشروع جزئيتين، في جزء تحمله امانة عمان من وزنتها. أيوة. وفي منحة ايضا اجنبية فرنسية، المشروع الاول مع الاسبان الثاني مع الفرنسيين منحة، والعمل متوازي. المشروع بعتقد من 3-4 سنوات حتى ينتهي كاملا. هو مرحلتين، مرحلة البنية التحتية تحت الأرض ومرحلة ما فوق الأرض. تمام. ما تحت الأرض المفروض حسب تصريحات أمين عمان بالزيارة اللي كان موجود فيها دولة الرئيس بشر الخصاوني مؤخرا في الصيفي. أيوة. أنا كنت موجود معهم. المفروض نهاية شهر 11 تنتهي المرحلة. المرحلة الأولى، اللي هي تحت الأرض. طبيعة اللي الذي سيجري تحت الأرض. احنا بنتكلم اليوم هي سحب الموقع القديم الى مشاريع تصريف مياه امطار، هي كلها عبارات تحت الارض. أيوة. فبالتالي كامل تجمعات مياه الامطار اللي كانت تتجمع في هذه البركه مع مرات للاسف الصرف الصحي اللي كان يجي من المنطقه القريبه من حطين وهذيك المناطق تتجمع وتشكل مكره. أيوة. يوم ما في كله الان كله بينزل تمديدات جديده، عبارات تحت الارض، تصريف كامل بصب 90% من السيل. فنعمل خط كبير من المنطقه اللي بيعرفها كويس من منتصف منطقه حطين نزولا لعند جزئيه الحديقه البيئيه. اليوم في مخروط كبير، عباره كبيره تحفر في الارض بعمق اكثر من 100 متر وتنزل نزولا الى السيل. المشروع هذا شغال لغايه اللحظه، والمفروض انه ينتهي مع نهايه شهر 11، يعني قبل نهايه هذه السنه. هذه المرحله الاولى. المرحله الاولى هو كم مرحله؟ مرحلتين. المرحله الثانيه ما فوق الارض، استبدال كل ما كان باخضر. يعني حديقة تصير ملاعب وتنزهات، حدائق وملاعب ومتنزهات، متنفس كامل سيكون في منطقة بدل ما اسمها بركة البيبسي ستكون هناك حدائق. طبعا هي ما لهاش دخل بالبيبسي نهائيا. نعم، بس لكن المصطلح المتعارف عليه سيكون هناك حديقة كاملة مع متنفس ملاعب حدائق في تلك المنطقة، تعويضا لأهالي المنطقة عن هذا الموضوع. وهو مشروع يعني ماشي وماشي بفتراته الزمنية للأمانة. أنا يعني اليوم ولأنا متابع، ويوم أعتقد يمكن الأسبوع الجاي عندنا اجتماع مع، يعني احنا اجتماع دولي لكل الجهات في هذا الموضوع تقريبا كل شهرين لنطلع وين وصلنا وين اشتغلنا. لحد الآن الأمور ماشي بنسابة الصحيح وضمن الموقع الموعد الزمني والتوقيت الزمني اللي احنا عندنا نسخة منه كبلدية الصيفي، وهم متشاركين معنا تماما في هذا الموضوع وفي رعي. ولما يعني أجى الرئيس يعني أمين عمان تحدث كامل وكان يتحدث بثقة في هذا الموضوع انه احنا ماشيين ضمن الموعد، وانا يعني كنت موجود على الموضوع. فان شاء الله هذا اول مكرهة او ثاني مكرهة، خلينا نقول ان المكرهة الاولى هي الحديقة البيئية اللي تحب نحكيها لاحقا. هذه المكرهة انتهينا منها. تمام، بس خلينا يعني نشوف هذا الفيديو اللي صورته كاميرا قناة اليرموك الفضائية لموقع بركة البيبسي. هو يعني رصد الموقع الذي نتحدث عنه. الحمد لله صرنا نشوف لون بني اليوم. هذا أول كان عبارة عن فطريات وبركة خضراء. كانت منطقة ملوثة يعني. ماء آسن أخضر. مياه آسنة كلها. رائحة مقرفة. الله. هو يبدو بس ما في شغل. أنا شايف إنه موقع واضح. يعني. خلص هذا بيطموا قاعدين. بيطموا. إحنا نتكلم تحت الأرض بس يمديك. أيوه. تمام. فبالتالي اليوم فتحت
العبارات حطت العبارات اليوم قاعدين بيدفنوا خلاص عشان نخلص. ما احنا قلنا مع نهايه شهر 11 المرحله الاولى تحت الارض خلاص بنخلص ما بنبلش فوق. فهذا صاروا مرحله الطمم يعني. جميل. انا نسكر. فقط انوه بانه مشروع شركه او بركه البيبسي عفوا هو لا هذا الملف لدى امانه عمان وليس لدى بلدي. هي الأرض إلهم للعلم يعني. الأرصيفي نعم. هي الأرض إلهم داخل حدود الأرصيفي. لذلك هو الملف لدى عند الأمانة. عشان هناك تساؤلكم بدي أسألك أنا ليش إنه عند أمانة عمان مش عند بلدية الأرصيفي؟ إذن لأنه الأرض أرض البركة هي ملك للأمانة. نعم. طيب يعني أبرز متطلبات المواطنين عطوفتك كلها اتقلصت وتراجعت ويعني تقزمت دعنا نقول، صار بس بده يطالب هو بشوارع معبدة ونظيفة، لا بده مرافق ولا بده أنفاق ولا بده ملاعب ولا بده أي شيء. هو دائما بقول أنا بدي بنية تحتية يا عمي، إحنا سياراتنا تكسرت، يعني الواحد رايح جاي على التصليح بسبب الحفر والمطبات اللي موجودة فيها. وفعلا يعني أنت إذا تمشي ب الشارع الرئيسي هذا اللي ما بين الشمالي ويجوز والرشيد مزعج تماما بالمطبات كثرة المطبات. يمكن أنا ما عديتهم والله بس إنه يعني 33 مطب 33 بس بينهم يعني فترات من بوابة الرشيد مسافات متباعدة لعند إشارات قريبة جدا 33 مطب تمام. على جهتين أنا بتكلم تمام. يضاف إلى ذلك عن واقع النظافة أوكي. يعني لا تخطئها العين مزعجة تماما. محل المحال التجارية بتكب زبالتها بعيد عنك وعن السامعين صحيح. على باب المحل وعلى أطراف الأرصفة حتى حاويات مستوعب نفايات زي العالم إنه نشوف ما في يا أخي يا إما مستوعب نفايات بيكونوا مولعين فيه هالنار وبتطلع هالدخن السوداء بتقتل كل من حولها صحيح. يا إما مطعج ومكسر وحالته حالة يا إما إنه مرمية على الأرض تمام؟ إحنا في عنا استطلاع رأي اسمح لي بس خلينا نشوف لأنه كاميرا قناة اليرموك الفضائية وجهت سؤال لشريحة من المواطنين عن يعني رؤيتهم لواقع الخدمات التي تقدمها البلدية في الرصيفة وما هو المطلوب فماذا قالوا؟ أول بلدية الرصيفة فيها فقر كثير طبعا ما فيها خدمات أول حاجة. ثاني حاجة ما فيها مواقف للتكاسي أو للبازات أو مجمع للبازات نهائي ما فيه طبعا خدمات طبعا بالنسبة للقمامة ما شاء الله الشوارع ما فيها وكلها مطبات وجوار وهذا احنا بنعاني فيه شفرية التكاسي خدمات من مرة يعني أو أكثر من مرة يعني بنعاني من القمامة ومن القمامة زي هيك والبساط وكل إشي يعني المطلوب من بلدية الرصيف الخدمات عندها يعني شو بقول لك سيئة ما في إشي يقول زيد أول شيء نفايات صفر وين مكان فيه نفايات ثاني الشوارع كلها فيها مطبات وحفر ولا شارع يخلو من مطب ولا حفر شوارع مكسرة مطبات بحطوا إياها جبال بالشوارع يعني مش ملحقين تصليح سيارات البلدية هاي هذا سوق التيسير عندنا هان بدل ما يحطوا مترين على الزينجو هذا طلع حاطين 4 متر مسكرين الشارع وين الخدمات زبالة مرمية بالشوارع دنيا مرمية هنا والله ما فيها جنس الخدمات ما شاء الله في منهم في شغلات بيسووها مزبوط وفي شغلات انه والله بنحفي بيحفي جيراننا ورانا واحنا نركض وراهم زي مثلا في عندنا مطبات بمناطق سكنية المفروض انه نحطوا فيها مطبات عشان الاولاد الصغار فطلبنا اكثر من مرة انه نحط غير مطبات بقول لك احنا هذا مناطق الدخلات الداخلية ما بنحط فيها مطبات غير الشارع الرئيسي هاي مشكلة المشاكل اللي احنا بنواجهها هون والله احنا بنتمنى من بلدية الرصيف يعني عدم مؤاخذة انها يعني الشوارع تكون نظيفة للأسف بلدية الرصيفة لا تقوم بواجباتها كاملة هناك تقصير من ناحية صيانة المناهل والشوارع والنظافة بالشوارع طيب إذن تابعنا أراء شريحة من المواطنين حول الخدمات التي تقدمها بلدية الرصيفة بس للأمانة عطوفتك بأنه هذا موجود بكل البلديات يعني إحنا مش لا لا متعلقة الناس متعودة دائما يعني أنت تخصيف يعني بس أنا يعني أنا للأمانة عن جد بستغرب لما تقول لي أنه بأنه 700 ألف مواطن تقريبا صح في هذه المنطقة هل يعقل بأنه ما فيها موقف للبساط ما في موقف للتاكسيات ما في مستوعبات للقمامة زي العالم والناس مين قال لا ثلاثة إذا حكوا لك راسك مش معك لا سيدي لا حسس علي إلا بالبلدية فكيف إلا بالبلديات فرجيني أنا أحكي لي شو عندكم معلش طيب. يعني خليني هسا شوي أحكي
موضوع المجمع أول شيء اختصاص وزارة النقل مش البلديات. للأسف كان كنا متأملين إنه يكون لنا دور أكبر في موضوع النقل وطلبنا. أنا من الناس اللي خاطبت وزير النقل إنه يعطينا صلاحياتنا حسب المجلس البلدي في موضوع النقل والتدخل فيه. أجانا رفض إنه ليس من صلاحيات البلديات التدخل في خطوط السير ولا المجمعات ولا 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 ما لكوش دخل فيه. وهي تتبع لهيئة تنظيم قطاع النقل. تمام احكي له أنا بس بطالب لأنه أنا أنقل لكم من مسؤوليتي كرئيس بلدية. هو ما قال مطالب. هو ما قال مطالب. ما قال مطالب. بس لأنه هم عاجزين عن العمل. كوزارة نقل وكهيئة تنظيم. هو المشكلة وزارة وهيئة. سياحة وسياحة كل شيء عندنا هيئة بفرخه. فيش بلدية وهيئة تنظيم بلدية للأسف ولا كان اشتغلناها كمان إحنا. ضبطنا حالنا وجبنا كمان واحد عيننا فيها. تالي هاي مش شغالين. فأنا من كثر ما مش شغالين. خاطبت قلت له يا عم فوض للصلاحيات اشتغل انا بدي اشتغل كبلدي. تمام يعني لا يعني زي ما اقولها لا خلاك تشتغل ولا هو اشتغل. يعني صحيح لا تاكله مقسوم مش عارف ايش. تالي ما استفدناش من الموضوع. ربط ايدينا. كان في مجمع عمل سابقا حطت ايده عليه ارض الدفاع المدني قالوا لنا صار عليه مشكله. بالتالي فعليا اذا بدك تيجي على الصراحه في الصيف شمالا جنوبا لا يوجد اي مكان ممكن نعمل فيه اليوم. بس هي مجمع بحاجه اكيد اثنين مش واحد. حاجه الاثنين لا يوجد مكان ممكن نعمل فيه إلا بمكان واحد ممكن نعمله جزء من سقف السيل جنب البلدية. في هذيك المنطقة يسقف جزء معين حركة 100 متر يعني طولا ممكن ينعمل وما يعني تكلفته حتى قليلة. غير هيك أراضي مملوكة. أنا بدي أجي أشتري يعني الشمال بتكلم عن شارع يجوز وين في مكان ممكن أحط فيه مجمع. أنت بتكلم عن مجمع بده يكون شارع رئيسي بده يكون سهل الوصول إليه والخروج إليه من الباصات ومن الناس. هذا الموقع بس هذا انا ما بحملك مسؤوليته طبعا. الفكره انا برد على المشكله بتخطيط المدن. يس انا بالبدايه لما بخطط مدينه انا بخطط لخمسين سنه للامام حتى ان يكون في هناك مواقف مدينه بنيت عشوائيا على دبر حالك على على فبالتالي هذا واقع بدنا نتحمله. بالتالي يحكي المواطن هو حرم. هو هذا اللي بيتكلم اليوم ابن الصيفي له 50 سنه بيعرف. اليوم صحي انه فيش مجمع بساط يعني مثلا ما احنا عارفين هذا الكلام. نتامل انه نعمل لكن انا بكذب عليك على الهواء هي بحكي وعلى الناس انه اذا بقول لك في مجمع قريب في الصيف القادم نوي ما في نوي لا امكانيات ولا تخطيطا ولا موقعا. فبالتالي هذا الحال بدك تعيش عليه. مش كل الناس اليوم بدي اعمل لها خمس نجوم. ما في مدينه جد. انا اليوم الصيف القديمه ما في مدينه الصيف الجديده. احنا مش حنصير نيويورك ولا لندن. للعلم النفايات اللي بيحكوا عنها الناس في كل دول العالم انا يمكن سافرت 30 مره وانت سافرت وغيرنا ترى النفايات مشكله عالميه وتدوير النفايات مشكلة عالمية وصار اليوم يطلعوا ملايين منها. منها مشكلة عالمية بس منها. استطاعت بعض الدول أنه تتعامل بالإرادة. معها. اسطنبول كانت توصل 3 و 4 متر النفايات. الآن شوف اسطنبول. بتقول اسطنبول بسوريا صارت عندهم تحت الأرض. طيب. بالإرادة. الإرادة وين؟ شغلتين. إذا بدك يا إما الناس نفسها تتعامل مع هذا الملف بثقافة. وإحنا شعب مسلم في الأخير النظافة من الإيمان. أو أنه أنا بدي أعمل فيه فلوس عشان اخلي الناس تجيب كيف اللي بيلموا سكراب وكرتون. احنا في فتره من الفترات كنا الكرتون يصير عليه حرب بالشوارع يفرزوا نفاياتهم الناس بانفسهم. صح اليوم لما نزل سعر الكرتون صارت الكرتون في الشوارع بطل حد ياخذ بطل يوفي معه. بس اول كانوا الناس تتقاتل على كرتون يخشوا على المحلات انا بدفع لك بس اعطيني كراتين. تمام. والسكراب نفس الشيء لما دول هاي تفضلت عنها اشتغلت على شركات اعاده ومصانع اعاده التدوير. اليوم مين ماسك الملف هذا؟ الوزاره عندنا. أنا كبلدي ما بقدر اليوم أعمل أي اتفاقية. أنا جاتني شركة ألمانية بدها تعمل مصنع عادة تدوير النفايات وتشتري النفايات وتشغل ناس يجيبوا لها نفايات. جاءتكم شركة نعم ألمانية. نعم وقدمنا تمام. وطرعنا للوزارة حسب القانون والوزارة رفضت. ليش؟ مش عاجبها الشركة. لا ما هو أنت بدك تقول لي كلام مقنع. ما تقوليش بأنه الوزارة حكت لك ما عجبتهاش الشركة. لا ما قالت لك طلبوا منهم بايلوت. والله هذه الشركة لا 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 تمتلك البيئة. لا 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 ليس لديها الخبرة. لا 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 لا, 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 لا ولا أنا اجتمعت معهم. أنا كنت معهم في قالوا بدنا بايلوت. طلبوا من الشركة بايلوت روح مالي لنا مصنع افتراضي اشتغل عليه جربه وجيبني عشان نشوفه. هذا كلام علما أنه هذه الشركة فاتحة في قطر وفي الإمارات وفي إحدى أو في السويد أو ألمانيا وقدمونه واضح شركة مسجلة رسمية ومشاريعها موجودة. وأنا كنت موجود أحد المسؤولين في الوزارة قاعد وهو مسؤول كبير وقالوا له إحنا مستعدين أنت والوفد اللي بدك إياه من الوزارة نطلعكم على الثلاث مواقع المصانع الموجودة على نفقتنا ويطلعوا على التجربة وتشوفوا التجربة بعينكم. إذا بتكونش تفوتوا على اليوتيوب ولا على الإنترنت وعلى الإيميلات إحنا موجود شخصيا. ومع ذلك قالوا عملوا لي في جنوب المملكة مصنع بايوت. أنا صراحة توقفت باليوم. الزبالة اللي بيحكوا عنها الناس مين اللي بيرميها بالشارع؟
عمال الوطن غير موجودين إلا في الدول العربية. إحنا شعب عربي مرفه، إحنا بدنا نأكل ونكب وحد ينظف علينا. إحنا بالبيت نكون نتقاتل بينك وبين مين يشيل الأكل ومين يحط الأكل. هسا مين يحط ممكن كلنا جعانين، مين عنده 4-5 أولاد، أنت لا بابا مش أنا، هو هي هو هي. موضوع إن مشكلتنا في موضوع الأكل، نطلع على رحلة ندخل على مكان نظيف لكن مخلي زبالة، وبيجي بيقول لك وين البلديات تشيله؟ طب أنت اللي جيت قاعد في هذه الحديقة وأكلت وحطيت زبالتك، ليش ما شلتها معك؟ تمام. اليوم بتقول لي مستوى عبادة، ما في عنا، أنا بدي أقول لك ما عنا ثقافة النظافة. اليوم لما أنت تطلع نفاياتك في اليوم 60 مرة يا زلمة، في حدا بطلع بالبيت 4-5 مرات زبالة؟ طب أنا اليوم شفتاتي 2 الصبح بيجي عامل الوطن بكنس، بعدين بتيجي الضاغطة بتشيل، المساء بتيجي قلاب بشيل، وبعدين بتيجي ضاغطة بتشيل الحاويات. أكثر من هيك شو عمل؟ أكلنا شاورما رمينا، أكلنا شيبس رمينا، أكلنا كنافة رمينا، 24 ساعة. أوقات التكسير تعرف مين بيكسر المستوعبات وما بيخلي فيه مستوعبات؟ ما بحكيش عن مستوعبات، أنا خليك معي. عمال البلدية أنا بشوف كيف بيحملها وبيرميها. أنا بحط يا ياسيم. طيب أنا دخلت على صفحتكم على الفيسبوك، حدا حط لكم صور سيارة البلدية ماشي وتركز زبالة وراها. هذا تردش، هذا مش صحيح. والصورة مفبركة يعني؟ هذا لا 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 مش بالطريقة هاي، بيكون يا إما لسه صافف يا اما لسه ما جهاش. يا بسيم الصوره دائما، الصوره دائما ليست صادقه، مش دائما. طيب تمام. هلا هو بتقول لي ماشي، انت بتقول لي صوره يعني تمام. في صوره ضاغطه وفي صوره نفايات تمام. طب لسه الزلمه صافي يمكن بده يشيلهم تمام. طيب. صح مش هيك ممكن تمام. اما لو فيديو قلت لي فيديو انه سابهن وراح اوكي، اما هو صافي طب مو جاي يشيلهم، واللي بحط لك كيسين وبصوره على العمود طب اجا انا بدي انا بعطيك مثال، انت على باب منزلك يضع دليل لادانتكم هو مستني. ما زبطتش معاه انا عارف. هلا في ناس، شوف الناس مع الاحترام في ناس لها اجندات كثيره في هذا الموضوع، انا ما بدي ادخل بالنوايا، انا بدي اخذ بالمثاليات. اليوم انت على باب بيتك بتعرف انه عامل وطن بيجيك الساعه 7 او الساعه 6 او الساعه 8، بتعرف بيجي بكنس وبشيل نفاياتك، وبتعرف انه راح يجيك بكره بنفس الموعد، غير هيك ما راح يجيك الا مساء بيجيك قلاب او سياره بتشيل، بس بضلها ماشي ما في تكنيس. تمام. عارف الموعدين، انا بناتي في البيت عارفين مواعيد من زمان مش من اليوم، يعني مش من رئيس بلدي من قبل، بنحاول ما نطلع لانه بده يجيك بس بده يجيك بعيد عن الكلب، بده يجي سياره بينفذها بي وبده بدنا نبلش جوا البيت زي برا البيت، نضيف جوا نضيف برا. انا دوري كبلديه الشوارع الرئيسيه واجب اشيلها. طبعا المحلات قاعد بخالف فيهم، انا كل يوم 30 و40 و50 مخالف للمحلات من برا، لانه هذا واجب يحط وانا واجب الشارع الرئيسي. صحيح. شارع يجوز 3:30 و4 الفجر بيكونوا العمال يكنسوا فيه عشان الناس لما تطلع دوامات على 6:30 و5:30 يكون نظيف. وبتحدى اذا بتلقى حاويه مليانه او حواليها او ورقه بالشارع يجوز كاملا، وشارع الملك حسين شارع النافذه الرئيسيه، لانه هذا وجهه المدينه. لكن تعال الساعه 9:10 6 على المحلات وتبلش الناس اولاد المدارس وتفرج على باب المدرسه، تفرج على باب الحال، بلش البسطات، هذه بتبلش معاناتنا اليوميه. وبالحارات كذلك الامر، حاويات تسرق، الحاويات تسرق تسرق. طيب الحاويات، خلينا عن سرقة الحاويات سنذهب فقط إلى فاصل قصير. تفضل بالبقاء معنا عطوفة رئيس بلدية أرصيفة الأستاذ شادي الزيناتي، وأنتم مشاهدين أيضا فالحديث بقية لا تبتعد. طابت أوقاتكم من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة والتي نناقش فيها بلدية الرصيفة الواقع البيئي والخدمي من جديد. أرحب بضيف هذه الحلقة عطوفة رئيس بلدية الرصيفة الأستاذ شادي الزيناتي. مساء الخير من جديد. كنا توقفنا قبل الفاصل بأنه قلت لي معلومة للأمانة أنا صدمت، مستوعبات النفايات تسرق لم؟ تنباع حديد سكران، تكلفنا الحاوي 250 دينار، نتفاجأ تروح بتباع ب 20-30 دينار شنطة طعج وتتباع حديد، عادي طبيعي جدا. تصريف مياه الأمطار لجريلات تسرق، مش ملاحقين. والله يعطيهم العافية إخوانا في الأجهزة الأمنية كثير بتابعوا معنا وكثير قمنا قضايا على ناس وبقى المشكلة يعني. يعني في أشخاص بعينهم معروفين لديكم؟ لا لا يعني بعينهم لا، هي مش قصة، بس في ناس تمتهن هذا الأمر. بس هو منظم. أيوة تمتهن ناس. أيوة. ببيعوا سكر من هذا والبيجي بهالقلبات بالليل آخر الليل بالحارات، بخش الحاوي اليوم بتكون موجودة، ثاني يوم فيش حاوي، بيجي الضاغطة إلى ومسير. يعني اليوم مثلا في ضاغطة في المنطقة الفلانية، أنا عندي 110 حاويات مثلا، عارف طريقهم، كل على 4 ضاغطات كل واحد له 30 مثلا و25،
اليوم بينزلوا بتبلغ انه وين الحاوي، انت اخذتها لا انت اخذتها، في الاخير بتبين بانه سرقت. هلا كيف احنا بنعرف؟ اخواننا بالاجهزه الامنيه مثلا وهم ماشيين بيمسكوا واحد معه حاوي سياره مش بلدي مدني، شو بتعمل شو بتعمل، ببلغوا البلدي بنعرف انه انسرق. طيب في هذه الحاله الشوارع لما تنسرق الجريلات بنسميها لا الغطي انسى، قول مياه هنا هسه صاروا الحموم كامل. ايوه بس الجريلات تصميم الامطار الشبك اللي احنا بنكون عاملينه تصميم امطار يوصل كاملا، مش ملحقين وبنلحم وبنسرق بيخلعوه من من بكره ابي. طب اللي يعني بيمسك زي هيك شو عقوبته؟ سرقه مباشره، هي على الامن احنا يحال على المحكمه مباشره، ولم يعني انا في عهدي لم اتنازل عن اي قضيه في هذا الموضوع على الاطلاق، رغم انه في ناس هاجموني كثير من اللي سأل انه في اخوه او قرابته او حدا منه حاول وانا رفضت وهجمت على السوشيال ميديا وغيره، ما حكوا انه سرق طبعا. هو هجوم زي اللي تفرجنا عليه بهيك التقرير، انه البلديه وين وخدماته وفشل وما فشل. ايوه بطريقه يعني أخرى. في يوم من الايام اضطريت ارد انا جزئيا انه يعني انا فاشل لاني انا حبست فلان من الناس، عشان يعني انا عارف لانه صارت القصه كثير اوفر. تالي نعم في عصابات ممتهنه، اخواننا بالامن العام ما بيقصروا، انا ما بعرف مين اللي بيسرق، لكن هم يضبطوا عن طريق الامن الوقائي البحث الجنائي بالصدفه او بطريقتهم يعني اكيد لازمني انه بلغ، واحنا بنروح نكمل القضيه في المحكمه وبتروح كامله. جميل. طيب الان سنذهب الى موضوع المطبات. بس المطبات تفضل تفضل ترى المطبات لك حق الرد. المطبات مضحك مبكي الموضوع. ليه؟ انت بدك مطب وانا ما بدي. ايه واللي بندعس له ولد بيعرف شو قيمه المطب، واذا كنت قاعد انا وياك في الشارع وشفت واحد من اللي بيطيروا بسرعه 120 و130 بالبساطة الصغيرة والبكامات والشباب الصغار بتآمن انه لازم احط مطب، وبنفس الوقت اذا حطيت مطب بتخلصش من اصحاب السيارات، واذا ما حطيتش بنفس التقرير واحد بيقول لك بالواسطه بده مطب، واحد بيقول لك كسروا سيارات، ما في شيء اسمه كسر سيارات. في معيار للمطب ولا في شيء كبير وشيء صغير؟ في كبير وصغير حسب الشارع وعرض الشارع وكثافه الشارع وحجم الشارع، لكن ما في مطب بكسر سياره الا اذا كنت مسرع. يعني اليوم انا حاط لك مطب، انت ماشي هذا الشارع يتحمل سرعه 60، لما تكون ماشي عليه 100 بدك توكل وتكسر سيارتك وانا مع. طب مسافته هذا الشارع اللي فيه 33 مطب كم؟ شارع يجوز هذا كم؟ رئيسي من البوابه لعند عوجان يمكن 5-6 كيلو، هذا بدي اتكلم عليه بالتفصيل الان بس سريعا، لكن خلينا نرجع للفكره. يعني احنا بنحكي جيك على شارع يجوز لانه هذا اختصاص الاشغال مش البلديه، لكن لانه انا عضو اللجنه المروريه يعني السلامه المروريه اكيد انا المدينه، فانا مطلع على التفاصيل عشان هيك اعطيتك رقم دقيق. يعني جميل اللي بيمشي 100 بشارع 60 خليه تكسر سيارته، ولما تمشي طبيعتك انت ماشي بسيارتك بسرعه طبيعيه، شفت قدامك مطب بس انت بتسوق وانا بسوق بتخفف وبتطلع المطب وبتمشي طبيعي جدا، لكن لما تكون طاير في مطب في مكان بدك تجاوز السرعه بدك توكل المطب، هاي قاعده. وللامانه انا حريص جدا من يوم استلمت انه المطبات لا تذهب الا بالاماكن الصح، انا عندي دائره مروريه دائره مرور وكل الطلبات التي تقدم تحول اليها، بيطلعوا بيكشفوا وبيطلع معهم التعاون اخواننا في اداره السير جيد جدا معنا ممتاز، بتاكدوا من مدى احتياج هذه المنطقه بده ما بده، وبناء عليه لو بده 10 مطبات بحط بتقرير رسمي من دائره المرور وموقع عليها رقيب السير المنتدب من دائره السير انه هاي بدها بدون واسطه، اذا ما بدهاش واسطه ولو ما بدك ما بحط، يعني لو ما كثير وانا منتخب يعني ممكن اجي اخدمك واخدم فلان بمطب، لكن لا المطب بكلفني 4 طن زفت غير العمال برضه فلوس الواحد، نعم لما بدي اشتغله هندسيا طويل وبعريضه بكلف 4 طن من 2 ل 4 طن حسب عرض الشارع وطوله، غير عماله غير الديزل غير الموظفين اللي كانوا موجودين واللي اشتغلوه غير المدحله، وبالتالي تكلفه. طيب كل هال 33 مشغوله اللي حكيت عنها انا بحكي عنها داخل البلديه، لسه شارع يجوز ما حكيتش عن التلاتة. انا بحكي ملاحظات الناس هنا تمام، غير زي ما حكيت لك هذا الجار بده هذا الجار ما بده، لكن انا مع المطب اذا كان بحاجه مع وما يكسر سيارتك عشان ثاني مره يتهدي سرعتك، ما انا بكسر لك سيارتك تدفع 100 ليره ايوه، بس بخليكيش تبلي واحد تخسر اخسر ارواح. انا عندي قاعده في بلديه الصيفي، سلامه الارواح اولا، سلامه الممتلكات بعدين كل شيء سهل. انا احميك انك تدعس بني ادم تضرر بني ادم او يتوفى مواطن اليوم بسرعه، انا حميتك، ممكن ربنا خليك تنكسر اليوم عندك جوزي ولا ايش بالسياره ب 100 ليره 20 ليره معلش، بس يمكن حماك تدعس ولد تفقد هذا الولد يخسر اهله من وراء سرعتك وطيشك كسائق. أكيد وانا اولهم طبعا. انا كمان ممكن اصير طايش، انا بحكي ما بحكي مثاليات لكن بحكي واقع، لانه انا يوم كرئيس بلديه بسمع من المليون، فانا انت يمكن تتفرج انه هذا الشيء المطب خرب سيارتك، بس هذا انا بسمع انه 10 قالوا لي هذا المطب حطه عشان اولادنا بيقطعوا الشارع هون في دكان او مدرسه او جامع او تقاطع خطير زي ما حكى الاستاذ اليوم، هي الفكره اليوم شارع يجوز تمام.
آخر اجتماع سيدي للجنة السلامة المروري برئاسة عطوفة المتصرف وجود مدير مندوبين الأشغال مندوبين إدارة السير وكل الجهات والبلدية، اتفقنا أنه هذه المطبات يجب أن تزال منها وأن يضاف في أماكن أخرى بدلا منها وأن يصوب عددا منها. واضح الكلام؟ طيب يزال تزيله وتنحفه وتصوبوا عدد يس. يعني 33 بالصيدين رايح جاي بحدود الصيف. طيب في اماكن لا يوجد لها داعي المطب من حط واسطه انا بقول لك في أي. مطبات انحطت واسطه وانا بديش احكي المواقع فيها عشان ما يزعلوش منها بدورك اصحاب الواسطه عدورك. شارع يجوز هو اختصاص الاشغال وليس اختصاص البلديه. تمام شارع يجوز اختصاص الاشغال نعم في عهدي بس مش انا مش انا هذا الشارع مش لي. فهمت لكن احد النواب حط له مطبين ثلاثه وين يخدم جماعته. طيب من الاخر أي. اجمالا هذا المطب هذا المطب سيزال. في مطبات ستعاد تأهيلها ذابت مع الزمن طبعا أكيد. موقعها مهم لكن أكيد. صارت مفتفتة بدها عاد التأهيل منتهين منها. في أماكن تحتاج اليوم المدن الذكية أخي بسيم أبديت أبديت في النقل أبديت في السير أبديت في التجارة أبديت في الاستثمار اليوم عم بتطور فلازم تكون مدن ذكية هيك العالم بيشتغل بروح. فأكيد اليوم ما كان يصلح قبل أسبوع أو قبل 10 سنوات لا يصلح اليوم واللي كان قبل 5 سنين الأردن كلها اختلفت في 10 سنوات قبل كورونا زي بعد كورونا اكيد لا اكيد لا اكيد. طيب انا بدي تختم مساله المطبات لانه بدي انتقل لا لا مواسع خلصنا المطبات انا انتهينا منه تمام بس كمان في التفافات جديده راح تصير كمان على الشارع يجوز في اماكن حتغلق التفافات دوران وراح تفتح في اماكن جديده. اشاره مستشفى الامير فيصل اليوم راح ترجع لورا شوي كمان لتعديل مخرج جديد جاي من ضاحيه المكه هذا مشروع انتهينا منه وجديد. طيب هذا بيتطلب اغلاقات للطريق ابدا شيء زي ابدا هي سحب الاشاره فقط ومع مع توسعه الطريق راح يخفف كثير على الناس. اليوم اشاره الدفاع المدني اغلقتها يعني اغلقت بقرار اللجنه ومستمره اللجنه باغلاقها لتخفيف الازمه. 3 اشارات كانوا ب 300 متر كان ب 500 متر هذا مزعج. كان مزعج جدا الوضع. للناس اليوم صحيح. ففي اجراءات اداريه خلال الشهرين الجايات عطاء المطبات قريب سنباشر به نهائي تماما مع الفتحات الاشاره منتظر يعني بس اجراءات بسيطه. فخلال الشهرين الجايات راح يكون في تغيير كثير على شكل شارع يجوز ان شاء الله تعالى. طيب خلينا هلا شوي هيك حتى تريح بانه نروح لمشروع الحديقه البيئيه. جميل جميل شباب نشوف الرشز الذي فرق ما رصدته كاميرا قناة اليرموك الفضائية حول مشروع الحديقة البيئية. إذن هذا هو مشروع الحديقة البيئية هذا الذي أقام على تلال الفوسفات اللي كانت سابقا. والله شيء حلو يعني الآن أنتهيك هلا ابتسامتك ما شاء الله سمبوسك صار حلو طلعني يا رشد جميل طلعني أنا أضحك يا زلمة جميل سيدي. هذه الحديقة تفضل الحمد لله أنها تتمت. وخليني أقول شغلة ليس أنا حكيتها بعيدة ليس لأحد فضل على أبناء المدينة بهذا المشروع سوى جلالة الملك. جميل جلالة الملك عندما اجتمعنا به 2019 أيوة. طبعا هو مشروع قديم يعني المفروض كان 2012-13 يشتغل من زمان كنا نسمع لكن آخر زيارة كانت للزرقاء كان 2019 قبل كورونا يوم أطلق سيدنا اللقات الثلاث كانت بالزرقاء أوعز بضرورة إنهاء هذا الملف وإزالة تلال الفوسفات من الصيف. أيوة. وكان يعني صارم هذا الموضوع شكل اللجنة وبدأت أعمال إزالة تلال الفوسفات في مدينة الرصيفة. نتج عنها ما نراه اليوم 76 دنم من الأراضي الخضراء الجميلة المتنفس بعدما كانت هذه عبارة عن تلال تكتم على صدورنا وصدور أبنائنا ما كنا نشوف الشمس منها. بس مش التلال عطوفتك مساحتها أكبر من هيك؟ يس أنا الحديقة 76 فقط الحديقة هسه جنبها في حوالي 240 دنم كمان تمام في هذه المنطقة في لهم أنا جيك فيها طبعا أكيد تم إزالة كل التلال صرنا نوقف من شارع الملك حسين فوق تنظر ولا تصادق بالك تشوف أبو صياح تشوف عمان شم هوا يدخل علينا هوا عرصيفي خاصة المنطقة الجنوبية أنا بتكلم عن حي الحسين. الحمد لله رب العالمين تم العمل عليها. كان الأصل أن البلدية تسلم هذا المشروع ارتأت وكان وقعنا اتفاقية والمسودة ما بيننا وبين وزارة البيئة مالكة الأرض لأنه تحولت من الفوسفات لوزارة البيئة. للأسف يعني صار هناك إجراءات أو شيء معين ارتأت الوزارة أنه من يدير الموضوع الوزارة مباشرة يمكن خوفا أنه البلديات يعني في فكرة أنه البلديات راح تفشل زي هيك حدائق ومشاريع. فالوزارة يعني كان رأي الوزارة أنه خليها تحت جناحنا لضمان استمراريته أكثر خوفا من أنه يعني الفشل في هذا الموضوع خاصة مكرمة ملكية وكلفت حوالي 1.5 مليون دينار وسيدنا افتتحها يعني بالتالي في لها رمزية بالنسبة لنا في هذا الموضوع. إجمالا أنا بهمنيش أنا مين يعني أنا أو غيري بهمني أن أجت للصيف. بالتالي إحنا قدمنا دورنا خلال السنة ونص اللي فاتت بكوادرنا بشغلنا بعطائنا باجتماعاتنا اللي كانت تم بديوان الملكي
وهذا مرة أخرى باسمي باسم أبناء المدينة بنشكر سيدنا على هذا الإنجاز للأمانة، يعني اللي ما كناش نحلم إنه يصير. هذه من الملفات اللي حكينا عنها قبل أول ما بلينا، والواقع المتردي. ما ظل عندنا تلال فوسفات في الصيف نهائيا، لأن هذه الحديقة المرحلة الثانية اللي هي الأرض اللي جنبها اليوم في مشروع عم نشتغل عليه، قدمناه لوزارة الإدارة المحلية وتم تقديمه أيضا للديوان الملكي، اسمه ساحة المدينة. ساحة المدينة. أيوة. إحنا قدمناه كبلدية اليوم إن شاء الله إنه يعني في موافقات مبدئية عليه من الديوان ومن الوزارة. جميل. سيكون عبارة عن هي الساحة اللي جنب حوالي 250 دنم. متنفس، دوار كبير، ممشى، ترك فود، بازارات، أماكن عامة، ملاعب، بس يعني حياة، ساحة مدينة زي اللي بنشوفها برا في أوروبا، ساحة، ناس تمشي، ناس على بسكليتاتها، ناس على دراجاتها، ناس تعمل في استثمارات بسيطة على نظام الترك فود، إضاءات، يعني هو كله جمال المنطقة هناك راح تكون، ومنطقة سياحية، الهدف منها تكون هذه محل الفسفات كله يكون منطقة سياحية. وبحاجة المدينة بحاجة لمثل هذه المتنفسات للمواطنين. الالاف المواطنين بيدخلوا عليها. بس في نقطة عطوفتك، الناس بتحتاج بانه ليش احنا بالدنيا صيف بسكروها بالعشرة 11 حتى من قبل ال 11 بلشوا يكحشوا العالم لازم، وبتبلش سيارات السرطة طوط طوط برجع. طب ما الدنيا صيف، خلي العالم يعني اللي بيطلع بس يرجع من دوام وتعبان بده يرتاح وبده ياخذ عائلته بعدين. بتساعدين الناس والله بس ليه؟ لا يوجد حفاظ على النظافة. اورجيك كوان بيزرع عين الشمس اللي بتطلع منها يعني اقول لك بتزبط تنعملوا علف للحيوانات يعني من كثر الكميه الكبيره. تمام، هذا ممكن ينشغل عليك. ما هو انا قديش العمال شو بيتحملوا الموجودين؟ ما هو بعد ما يروحوا الناس في عمال بتيجي تنظف، في ناس تضل قاعده وبدها في حمايه. المشاكل اللي عم بتصير والطوش على الباب وجوا في تحديات امنيه، يعني المفارز الموجوده من عام جوا موجود متقاعدين وموجود عمال وما بنقدر. وبعدين عائلات لما انت كمان سوري يصير مشاكل عائليات وهذا ما بتقدرش تدخل بكل سهوله، القصه مش سهله. ثلاثة، شجر يخلع. أوف. في ورد كان ينحط بالشنتات ويطلع ورد الشتل. الحمامات سرقت، دورات المياه سرقت. يعني بديش أحكي أكثر من هيك يعني الهواء، يعني بديش أنشر غسيل، خلينا الصورة جيدة وجميلة. أعلم ذلك. تلفريك عجلون نفس القضية برضو كمان واجهنا وتحدث فيها الإعلام، شيء مخجل. نحن بحاجة لثقافة زي ما هو بحاجة بيقول لي عشارة ولمبة. نعم، أنا بقول لك أعطيني ثقافتك وخذ كل شيء. نعم، مني أعلم. بحاجة للمواطن الصالح. أنت إذا تطلب مني خدمات عليك أن تقدر وتقيم وتحافظ على هذه الخدمات، لأنه مش لإلك. أنا عندي حديقة هي ملكك كل غير الحديقة. أعلم ذلك. عندي حديقة الأمير حسين قريبة من هالمنطقة للبلدية، وحديقة الملك عبدالله أيضا بالشمالي للبلدية. عشان أحافظ عليها اضطريت أعمل اتفاقية مع مديرية الأمن العام وأدفع 150 ألف دينار سنوي مفارز أمنية، كشك أمني جوا الحديقة. أوف. عشان مدخل الشباب يخربوا، عشان أحمي العائلات اللي جوا، وعشان أوقف العبث اللي بيصير. أنت بالضرر. تدفع للأمن العام؟ نعم، اتفاقية رسمية. نعم، 150 ألف سنوي. دينار سنوي من أجل بدل حماية الحدائق والمفرز الأمني اللي تابع لنا للأسواق، عشان تحمي الموظفين لما يروحوا يغلقوا أو يتعامل مع طعون البسطات وكذا. هذا يدفع اتفاقيات. هاي ليش أجيبها أنا؟ طب لو في عندي مواطن يحافظ على الحديقة، أنت جاي أنت أولادك تروح الحديقة تسهر وتنبسط، ليش تخرب؟ ليش تعمل مشكلة؟ لكن هذه ثقافة، بالتالي أنا بدي أضطر أخسر عشان أحميك. يعني أنا فتح لك الحديقة وبنضيف لك إياها وبحميك قاعد وبدفع عنك مصاري ومش عاجبك. بتقولي اليوم لا الناس بتدور، قبل شوي بتقولي على تعبيد ونظافة ونار داش مرافق. لا، عندنا حدائق، عندنا حدائق 50 نجوم بالصيف، 50 نجوم وأتحدى إذا ما كانت 50 نجوم لا توجد بعمان مثلها. مش الحديقة البيئية اللي سبتكلم، حدائق للبلدية. عمان ما عندها حدائق زيها، ومحمية أمنيا ومضاءة وسيكوريتي وكاميرات حتى مراقبة. يا أخي مبروك عليكم، بدناش بعمان زي حدائقكم، بس بدنا يكون في عندكم حدائق، وبدنا يكون في عندكم، بقول لك عندي، بدنا يكون هذا الحس الوطني موجود والشعور عند عندي الناس. ملاعب هذا كمان، وعندي هذا ملكه عندي. يعتبر هلا شو راح احكي في الملف الاخير، يعني راح اعطيك عشان ابشرك انت والناس، بس طيب بسرعه عشان لانه الوقت بيحكوا لي انه عمال وبدهن احنا في عندنا عشان ملاحظات الناس. طيب تفضل. الشوارع سيدي، شارع يجوز قلت لك للأشغال، لكن له صيانة 150 ألف دينار هذه السنة قبل نهاية السنة. تمام، انتهى الموضوع من مخصصات مجلس المحافظة المركزية. بيكون خالص هذه نهاية هاي السنة. صيانة. صيانة. كل سنة له 150. تمام. 23 24 25 من ضمن مجلس المحافظة اللي أنا حكما عضو فيها. شارع الملك حسين تحت عمان صيف الزرقاء هو شارع متضرر. وشارع لا يصلح للسير. أنا رئيس بلدي بقول لا يصلح للسير. لكن هذا الشارع له 15-20 سنة ما نحط فيه نقطة زفت. كان في خلاف بين الأشغال والبلدية، يعني هو نافذ مش نافذ، نافذ مش نافذ.
السنوات السابقة ظلينا نأخذ إبر تخدير إنه للأشغال ومش للأشغال وخلاف، وتروح الدورة وتيجي الدورة وروح المجلس ويجي المجلس هو على ما هو يذوب. جيت بلشت عمل فيه صيانة قبل فترة، لما نضرب بالكمبريسة تراب، يعني ما بقدر أقص وحط زفتة تراب. أيوه. ذاب الزفتة، ذابت البسكورز، ذاب كل شيء ذاب، يعني انتهى الموضوع. أيوه. اليوم خطبنا الوزارة الأشغال ووصلنا لحل في الأخير وخطابات رسمية إنه هذا الشارع غير نافذ، شارع عمان الصيف الزرقاء غير نافذ بالنسبة لوزارة الأشغال وإنه اختصاص البلدية لأنه شارع غير نافذ. أيوه. هلا بغض النظر عن فكرة وزارة الأشغال وكيف مين اللي صاحب القرار، لو وصلتم يعني شارع بيربط محافظتين، هاي الزرقاء هاي عمان وهاي الصيف بمر بيننا بقول لك غير نافذ. هيك هيك بيفهموا هندسي هم، أنا ما بعرف، أنا بفهمش تنظيمهم بيفهموا. لكن في الأخير قالوا للبلدية داخل قلنا حاضر، هذا تكلفته 600,000 دينار. 600,000 دينار صيانة مدرج تم إعداد الدراسي له، وإن شاء الله إن شاء الله إنه نستطيع قبل نهاية العام ننفذه، وهو أولوية قصوى بالنسبة لنا كمجلس بلدي. اليوم لديكم أولوية هذه الملاءة إنه تدفع يعني إن شاء الله إن شاء الله نشتغل على الموضوع. إحنا اليوم سيدي قدمنا عندنا مشروع تعبيد للمدينة ب1,700,000، تعبيد طرق في المدينة ب1,700,000 بالخمس مناطق، بما ضمنها شارع الملك حسين طبعا، وبكل الشوارع الرئيسية للمدينة مش الحارات، الشوارع الرئيسية النافذة بالخمس مناطق والشوارع الحيوية زي هذا الشارع، زي شارع المقبرة الرئيسي اللي بربط الشمالي بالجنوبي، مدخل اليرموك، مداخل الرشيد، مداخل العمرية، حي الجندي داخل كاملا. جميل. المداخل الرئيسية اللي الناس تخفف عليهم إذا بتفضلوا فيها. بس بس عطوفتك يعني من شان أعطيني ملاحظة، من شان ربنا من شان ربنا عن جد إنه الخلطة الإسفلتية اللي تستخدم والزفتة والهاي تكون بتتحمل، مش من أول شتوة بتلاقيها ذابت أبصر كيف هي بتحس أنها بتنحل أو بتتحلل أو ما بعرف. أنا دخلت على شوارع تفاجأت إنه عمرها سنة ذايبة. طيب. أو سنتين. هذا مين بتحمل سنتين مسؤوليته؟ من قام بها؟ من قام بها؟ أنا لا أحاسب على إيش ما عملتوش، أنا عملت مشروعين برصيفي زفتة. هاي على الهواء والحلقة مسجلة، ضربنا أعطانا العمر. أيوة. إذا ما خدمش الشارع 10 سنوات أنا هي حاسبوني، هي أنا سجلوني وأنا 10 سنوات مشكلة الحكي ما عليه جمرك سيدي، في مكافحة فساد. أنا اليوم في شارع عملته جديد أنشأته، طبعا إحنا مش معملناش شوارع. أنا بدي والله نرفع لك خلينا أقول لك شارع أنا معك، نرفع لك القبعة حقكم في الأخير. اليوم أنا إعلامي كنت كمان، وكنت زي ما بتحكي أنت أجلد أنا أكثر يعني مرات المسؤول. لا لا لا. يعني الفكرة أنت كنت إعلامي ولست جليد. لا أجلد بالحق. نعم يعني ولا أنا هذا عادي، والناس أنا اليوم أنت لسان الشارع. بس أنا لا تعتبرني مذيع، أنا اعتبرني اليوم أحد أبناء رصيفي وبتحدث إليه. أنا حكيت بدي أحكي بلسانه. أنا حكيت لك أنت تحدث بلسان الشارع المواطن العادي، كل ما بيخطر على باله رسالة حقيقية بالعكس. وأنا أنا عم بتعاطى يعني معاكم بكل أريحية، ما عندي مشكلة، ما علي، ما في شعر راسي بطحها حاسس عليها. جميل. طيب شارع العمل أول شيء، بس خليني أقول أيوة بسرعة لأنه الوقت عم بيدهن. سريعا، عملنا شوارع ترابية في مناطق شمال الرصيفي، المناطق الجديدة اللي فتحت كانت ناس لها 8 سنين و9 سنين ما بتوصل عدورها، ما في شوارع. أيوة. بيوت بدون شوارع، عملت شوارع تضاهي الحمد لله فنيا وبشهادة كل المهندسين وكل اللجان سواء كان ديوان محاسبي أو وزارة بلديات، أعجبوا بما تم. 7.5 كور الزفتة، وتحكي عن 15 سنتي بسكورس بدل 10 حطينا 15، وكور الزفتة على الطرف زي النص 7.5، يعني خمالة الزفتة. جميل. وكله موثق بالفيديو موجود، شوارع مطارات ونظمنا المنطقة. شارع نفس الشيء الثاني عملناه من عند الفاخورة للنقب، فتحنا خط جديد مخرج عشان نخفف ضغط حي الحسين. واحنا عملنا بشهر 2 وتزامن فتحه مع زيارة سيدنا. البسكورس 42 سنتي عشان هذا بيتحمل عليه التريلات، بنخاف الله في هذا الموضوع. كويس. اليوم عطاء 1,700,000 اليوم كاملا على مكتب معالي الوزير لانه يجب ناخذ موافقه فيه. ان شاء الله يعني كان اخر زياره لي مع يعني او اجتماع مع معالي الوزير قبل 10 ايام، وعدني انه يتم بس على مرحلتين. يعني انه يعطوني على مرحلتين ممكن 1,700,000، لكن من قبل نهايه السنه في لنا جزء من هذا الموضوع، ومع بدايه السنه راح يكون في جزء ثاني، فان شاء الله مستمرين. اليوم تم موافقتنا على 340,000 دينار خلطات زفتيه شوارع ودخلات فرعية. جميل. 340,000 106 شوارع بالخمس مناطق، 106 شوارع سيخدموا بهذا العطاء، وهو 300,000 أنا بتكلم. بس احنا حريصين انه نقدمه، ما بنخلص من هذا، بكون جاي العطاء 1,700,000. فبالتالي ان شاء الله خلال الفترة القادمة راح كثير يلمسوا الناس فرق. طبعا خلال هالفترة اصلا احنا عندنا حوالي 150,000 دينار ترجيحات كنا شغالين،
ما في بطل في نظام الجورة اللي بيحكوا فيه الناس بطل. هلا ممكن شارع فرع عند دارك في جورة، لكن احنا شغالين مدارس سنة ترقيعات وجوار. طيب تمام، وحتى خلي كثير منهم صاروا يقولون انتم بلدية ترقيعات، ما عندي مشكلة. طيب مش احسن اسكر لك الجورة عشان توقع فيها؟ انا بدي اتجاوز وامون على المخرج بدنا 3 دقائق. يلا. في عندي 3 ملفات سريعة تعلق عليها. سيل أزرقاء، المدينة الحرفية اللي هي محل ماشي. الآن موجودة مثل بيت الوقف، يعني ما في منها فايدة، وسوق الماشية، مشروع المدينة الحرفية. طبعا مش على دوركم، انا بعرف انه هاي ملفات ملفات كلكم انتم ورثتوها. تمام، تل الكرامية، هي تل الكرامية اللي هي بالحي الحسين. تمام، ايوه لانه المنطقة الحرفية بالمشير، بس صار فيها بؤر التلوث ومكرها صحية. فهمت شو بده خليل؟ سوق الماشية وسيل أزرقاء. سيل الزرقاء هو اختصاص مشترك ما بين البلدية، ما بين وزارة الأشغال وزارة الزراعة ومش عارف أي وزارة، مشترك كبير. احنا دورنا في سيل الزرقاء جرف السيل قبل بداية كل يعني مرتين بالسنة، مرة بالصيف ومرة بالشتاء قبل بداية السيل، قبل بداية الشتاء عشان نخلي المجرى يمشي وما يصيرش أي انهيارات. عندنا مشاكل، تقدمت مشروع وحطيته بين يدي حضرة جلالة الملك يوم أجا لنسقف 700 متر من السيل اللي قريب اليوم اللي بيعمل لي مشكلة مع الناس. هاي المنطقة بعد البلدية على اليمين وانت طايح فيها 700 متر قريب على بيوت. كل مرة بنعمل حتى حجار وبنحمل بتروح بالشتاء. يعني شو ما عملنا سلال وشو ما عملنا هذا ما في مجال، يجب أن يسقف. حتى يسقف تماما يجب، لأنه حتى المي صارت تطلع آخر مرة طلعت على الشارع. ما بقدر أعمل إشي في الأخير فيها، بنضطر نخلي الناس ونقول لهم اطلعوا من البيوت. ويعني مشكلة حكيت لسيدنا مشروع ما كلفش كتير، حوالي 1,000,000 دينار فقط، عرضته على مجلس المحافظة اللامركزي، للأسف رفض مجلس المحافظة دعم هذا المشروع. بقول لك ما ليش مصلحة فيه، علما انه يعني سلامة أرواح غير التنمية ممكن يبني على ظهره كمان. أنا عمل يعني استثمار، أنا بلدي مش قادر أقوم فيه. قدمت للديوان الملكي إن شاء الله إنه وزارة التخطيط رفضت قالت ما عندي فلوس، فبالتالي توجهنا للديوان الملكي. نتمنى إنه يكون يجينا مكرم من سيدنا في هذا الموضوع، وسيدنا كان مهتم وأمر رئيس الديوان إنه يتابع معي في هذا الموضوع. قدمناه مكتوبا مفصلا. تمام. إن شاء الله إذا قدرنا نسكر هذا الجزء فرح ننتقل نقل نوعية كبيرة. أهم شيء حماية الناس. موضوع السوق الحرفية، سوق الحلال أولا. سوق الحلال كان فيه قرار من اللجنة الملكية المسؤولة عن هذا الملف بنقله، والأمانة أخذنا قرار ولقينا قطعة أرض رغم معارضة أمانة عمان في منطقة أبو صياح عند الصوامع. للأسف لما جينا أخذنا الأرض وبلشنا نشتغل فيها ترطرت علينا هيئة الطيران، لأنه إحنا بقربها قالت بشكل خطورة على المنارة وعلى كذا. بالتالي إحنا برصيفي ما عندنا أرض نحط فيها سوق حلال. وسوق الحلال الآن أصلا أرض فوسفات وليس على أرضنا، هو غير مرخص يعني، هو طب يعني على الموضوع. وأمانة عمان رفضت تعطينا أي أرض أخرى في مواقعها، فارتئينا في الأخير إنه يضل مكانه بما أنه المرض معتدى. وعملنا اليوم جدار عليه مع بوابة مع تأهيل المنطقة بحيث إنه حتى على الأقل منظر، لكن قرار النقل ما زال موجود، مأخوذ في قرار مجلس بلدي، مأخوذ في قرار وزارة، بانتظار إنه نشوف أرض بديلة فيه. آخر نقطة اللي هو مخازن تل الكرام، المقصد الحرفية. أيوة. هي هذا بنيت ب2009 قعدت حوالي سنوات طويلة في القضاء، يمكن 12 سنة في هاي الموجودة. ايوه هاي هي 12 سنة او 13 سنة. طبعا هاي كل المحلات اللي فيها اعتداءات، ما في محلات مؤجرة، هاي كلها طبب مش مؤجرة، هاي هيك هو معتدي عليها تجاوزات. نعم. يعني تعتبر. نعم 12 سنة. هي في المحاكم، قضية فيها كان قضية فساد وملكية الأرض وفيها اختلافات وفيها أيوة. زيادات. في الأخير خلصت القضية لمن حكم، من حكم مش موضوعنا. تمام. سلمت للبلدية الآن. عملنا فيها 3-4 عطاءات لتأجيرها. آخرها كان في مزاد علني وتم إرساءه، للأسف الرجل استنكف، تدخلت أذرع يمين وشمال وضغطوا عليه انه يستنكف. بس ما هي مش مؤهله، كيف بتكون معها؟ ما هو احنا من ضمن العطاء انه الصيانه على المستثمر. أيوه. اليوم بالاول امس يوم الاثنين تم طرح عطاء اخذنا يوم الاحد قرار مجلس بلدي، وتم اليوم النشر بالجريده. جميل. مره اخرى للمره الخامسه عطاء بالظرف المختوم. واليوم في مستثمرين اكثر من واحد تقدم لاستثمار هذه المنطقه. محليين؟ نعم كلهم محليين، إما عندهم مصانع معينة من شركات عن مشاريع أو أنه تأجيرهم. الموضوع قريبا جدا سينتهي نهائيا، سيتم تأجيره والصيانة على المستثمر كاملا، سيتم عملها سور وإنهاء هذا الملف نهائيا وإن شاء الله بوقت سريع جدا. وأنا أكثر واحد راح أكون مبسوط فيه، راح أقص شريطه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر عطوفة رئيس بلدية أرصيف الأستاذ شادي الزيناتي. شكرا أخي بسيم، شكرا لكم اللي أعطونا فرصة نحكي. وأنا مرة أخرى بأكد إنه إحنا مش قمر وربيع، عندنا مشاكل زينا زي كل البلديات. نعم صحيح. لكن عشان أنجح ما في رئيس بلدي ولا مجلس بلدي ولا 1000
و500 ولا 1300 موظف بينجحوا مع مليون بدون دعمهم، بدون يكون في ثقه بيننا وبين المواطن، بدون ما يساعدونا. انا اللي بدي اياه من المواطن بس النظافه، نظف جنب بيتك، حط بالحاوي يخلف عليك، غير هيك ما بدي منك. وتكبش انقاض لما تسوي مطبخ وحمام وتضبط دارك، ما ترمي بالشارع ان شاء الله بانه بيستوعبوا. والباقي احنا جاهزين لخدمه الجميع ان شاء الله، وبابنا مفتوح للجميع. شكرا جزيلا، وانتم ايضا مشاهدينا شكرا جزيلا لطيب متابعتكم. التقيكم الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. سلام الله عليكم.